أيضا أحيانا تساهل الإنسان يظن أنه ما هي بجريمة ثم يتورط. قصة قريبة قبل أشهر، يمكن 3 أو 4 أشهر، رجل فاضل، معلم فاضل، مربي ومستقيم، ورجل صالح خدمته بالتعليم أكثر من 30 سنة، زين، ومعلم وفي أحد المدارس، وفي أحد الطلاب قالوا، الطلاب زملائه قالوا: يا أستاذ فلان، شو فلان هذا زميلنا يلعب كمال أجسام. مسكه المدرس هذا يمزح مع طالب، مسك كده: أوه ما شاء الله أنت تلعب كمال أجسام. راح الضحكة، كمل اليوم الدوام، كان هذا يوم الأحد أو الأثنين، جاء الثلاثاء داوم الطالب، يوم الأربعاء داوم الطالب، يوم الأربعاء بالليل بعد المغرب ما أدري المعلم هذا إلا مركز الشرطة: السلام عليكم، أنت فلان؟ قال نعم. قال: طيب تفضل معنا. طبعا أنت لما تكون إنسان مستقيم ما وعمرك ما يمكن تشك أنه في مشكلة عليك، صحيح، راح في مركز الشرطة بشكل واضح طبيعي، ما مطمئن آمن. جاء عنده الضابط قال له: في شكوى مقدمة ضدك من ولي أمر طالب أنك اعتديت على ابنه ولويت يده، وهذا تقرير طبي اليوم العصر من المستشفى أو من المستوصف. قال لي: هذا فلان، هذا من طلاب. قال له: طيب أنت سويت؟ قال لي: صحيح، أمزح أنا وياه، طلابي أنا بالمدرسة. قال: مسكت يده؟ قال: لا ما مسكت يده. اكتب، يعني كتب هو يعني الحدث اللي يسمونها هي، سمع الأقوال، كتب أقواله، بصم الشرطة. هو الموضوع تافه، منتهى التفاهة. الشرطة حلوها للنيابة، استدعوها النيابة، حتى هو تفاجئ شلون الموضوع يستاهل النيابة. طبعا لازم يحل النيابة، والآن هو اعترف. رحت للنيابة قال: أنت سويت؟ قال لي: قال شو مسكته؟ قال: مسكته بالشكل الفلاني. وبدأ يصف، متأكد رجل صادق معه، ترى موضوع ما في، يعني موضوع تافه جدا. طبعا إلى الآن المعلم هذا لم يفكر أنه أنا أحتاج إلى محامي نهائيا، ولا يمكن يخطر في باله أنه أنا في هذه المرحلة أحتاج إلى محامي، أو أحتاج على الأقل استشارة. ويمكن حتى ما قال لعياله أني رحت الشرطة. يبدو أنه محترمه رجل بقور وكذا، وسوله إفراج مباشرة، ولا المفروض أنه يوقف لأنه أيضا جريمته كبرى، زين، يعني في تصنيفه الجنائي. لكن يبدو أنه احترموه كذا فأفرجوا عنه، سووا أمر التوقيف وأمر إفراج مباشرة. يمكن أنه ما أدري هو عن أمر التوقيف، لأنه يقول ما وقفوني ولا قالوا شيء أبدا، استقبلوني بكل احترام وتقدير. أخذوا أقواله، رفعت للمحكمة. لما رفعت للمحكمة جهل جلسة واحدة، قالوا القاضي: أنت متهم كذا كذا كذا. إيه صحيح. طيب أنت فعلا مسكت يده؟ قال: نعم مسكت يده. قال: ولكن الشيخ أمزح، هذا طالب عندي وأمزح، ما بيني وبينه خصومة أصلا. قال: يعني أنت مسكت يده بالشكل هذا والتقرير الطبي هذا؟ قال: نعم صحيح. والله يحكم عليه بسنتين مع وقف تنفيذ 23 شهر وغرامه 100,000 ريال. طبعا هو انصدم، وولي أمر الطالب انصدم، والطالب انصدم، ما حد توقع هذا الحكم. لما جاءت طبعا كان بعض مجموعة من الزملاء، كان في استشارة، يعني طرح للنقاش هذا الحكم وكيف يعني نعالج هذا الحكم. أنا قلت للزملاء، قلت: القاضي متعاطف مع المدرس، مع المدرس بعد حكمه هذا، القاضي متعاطف بعد جدا، أعطاه توقيف بس شهر والعقوبة سنتين مع وقف تنفيذ 23 شهر. إيه. وأعطاه الحد الأدنى من العقوبة المخالفة، خيلته السنتين هي الحد الأدنى من العقوبة. طيب في سؤال والغرامة. طيب طبعا انحالت، خلا كمل بس هذه ما بقي فيها. ليه؟ لأنه نظام حماية الطفل، زين، نص على أن الإساءة الجسدية للطفل عقوبتها تصل إلى 2 سنين، لا تزيد عن 2 سنين ولا تزيد عن 100,000 ريال. ماشي ماشي. وللقاضي أن يحكم بعقوبة بديلة، زين، إلى الآن زين. لكن الفقرة الثانية، زين، المشددات،
أما إذا كانت الجريمة هذه حصلت في مكان عبادة أو مدرسة أو مكان عمل أشد، فتشدد العقوبة ويكون الحد الأدنى سنتين والغرامة من 100 إلى 500 ألف ريال. فالقاضي أعطاه أدنى العقوبتين، أدنى عقوبة أعطاه ولا فيها عقوبة بديلة. المهم طبعا درسوها بعض الزملاء وكذا وصار في نقاش، والحمد لله نقض الحكم وحكم بعدم إدانته. السبب اللي كان يعني ارتكز عليه الحكم بعدم الإدانة أن الولد كمل اليوم داوم وداوم اليوم الثاني واليوم الثالث، والتقرير الطبي العصر اليوم الثالث. فما الذي يثبت أن التقرير أن الإصابة اللي موجودة والألم اللي موجود بسبب هذه؟ فما فيه ما يثبت التقرير الطبي هذا لا يدل على أنها نفس هذه نفس الواقع. أسلم أن المعلم هذا لو كان راح المستشار محامي من البداية ما وصل للمرحلة أبدا. كان من الشرطة أنا. كان أنا في الشرطة واصل المرحلة هذه، لأن فعلًا كان عمل الأستاذ صحيح كرم عبد الله. أنا كنت بسأل سؤالته وجاوب عليها الآن. كنت بقول لك طيب معلش يعني يا أبو عبد الله يعني معلم سكة يمزح معه ويطلع فيها تقرير معناه المزح أكشر، لكن يوم قلت إنه يوم ثاني يوم ثالث هل هي منه ولا مين منه هنا تغيرت. يعني هو صحيح لو كان فعلا اعتداء يعني فعلا آلم الطفل واخذوه المستشفى وفي نفس اليوم وصارت يعني مضاعفات منطقي هذا، يا سلام. لكنه يعني لو دخل مع محامي اول شيء المحامي بيقول له لا تقر، لا تقول اني انا فعلا هذه الاصابه مني انا، زين قل انا مع الطلاب وكذا لا بس مسكت ايده انا ما ابدا ما عورته ولا سويت له شيء ابدا، زين. فلا تقر لان اقرارك القاضي الان حتى يعني المحقق لما تقر انت تعترف، زين، وبعدين حاول تعالجها يعني قبل تروح للشرطة أو أول ما أخذت المعلومة من الشرطة تواصل مع والد ولي أم الطفل إنه خلاص أنا بنصلح بالشرطة وننهي الموضوع. يعني حاول يعني في عدة عالج الموضوع قبل ما يستفع يعني، بس المعلم ما توقع وأنا أجزم إن ولي أمر الطفل ما توقع أنها تصل لهذا المستوى. يا سلام، يعني مستحيل. يعني أنا أعرف معلم ولدي ورجل طيب فاضل أبيه ينسجن هذا. تخيل أنت رجل خمسيني وخدمته أكثر من 30 سنة، زين، ثم بسبب هذه القضية يفصل من العمل لأنه أكثر من سنة يفصل من العمل ما في تقاعد، راح عليه التقاعد راح عليه مصيبة دي.